حسين اليساوي رئيس جمعية أصدقاء موحد المجم للمسرح جهة فاس مكناس. هكذا أسدل الستار على فعالية المهرجان الجهوي لجائزة محمد الجم الدورة الثانية لمسرح الشباب الذي نظمته جمعية أصدقاء محمد الجم فرع جهة فاس مكناس والمديرية الجهوية لقطاع الشباب جهة فاس مكناس. هذا المهرجان اللي عرف مجموعة ديال الفقرات اللي من بينها تكريم بعض الفنانة مرموقين على الساحة الوطنية كأمثال السي نور الدين بن كيران الممثل والمخرج المعروف وكذلك السي عز العرب الكغاط السينمائي والمسرحي. هذه الوجوه البارزة اللي ارتأت أن الجمعية بمعية المديرية الجهوية أنه تدير لهم واحد الالتفاتة وإن كانت رمزية في شخصهم الموقر لما أسدله من خدمات جليلة في الشأن ديال المسرح. فكل استحسن هذه الدورة هذه واستبشروا خيرا أن مستقبلا إن شاء الله ستكون أحسن بكثير إن شاء الله. كذلك عرف مجموعة ديال التكريمات لبعض الفنانين الذين أبلوا بلاء الحسن يعني كمشاركة ديالهم مع عبر الفروق ديالهم. نذكر الإخوان أن هذا المهرجان الجهوي داز عبر يعني إقصائيات سواء إقليمية أو جهوية وصلنا للمرحلة ديال 2021 مارس 2023 اللي فرزت لنا الفرقة اللي غادي تمثل الجهة إن شاء الله الرحمن الرحيم في غضون إن شاء الله يعني شهر ماي بالرباط في إطار الجائزة الكبرى لجائزة محمد الجم اللي فرزت لنا فرقة نادي الشباب بفاس عن مسرحية القوقعة. فلا يسعني إلا أن أشكر كل المساهمين وكل المنظمين وكل من بذلوا جهدا من أجل إنجاح هذه الدورة. وأشكر المديرية الجهوية لقطاع الشباب. أشكر كذلك إخوان أعضاء كافة أعضاء جمعية أصدقاء محمد الجم. أتمنى حد موفق لهذه الفرقة هذه اللي دابا غادي تكون كتمثل الجهة جهة فاس مكناس لأن ما بقاش ديال راسها ولات ديال الجهة ككل. ونتمنى وإن شاء الله الرحمن الرحيم نبذلوا أكثر بكثير من الجهود باش نديروا واحد الدورة يعني كما قلت سابقا أحسن بكثير. وشكرا للجميع والله ولي التوفيق. اسم محمد العويسي، مخرج وممثل مسرحي، مخرج لمسرحية القوقعة المشاركة في مهرجان محمد الجم. الحمد لله دينا الجائزة الكبرى في الإقصائيات الإقليمية والجائزة الكبرى في الإقصائيات الجهوية، وإن شاء الله احنا كممثلين لجهة فاس مكناس في الإقصائيات والمسابقة ديال محمد الجم في الرباط إن شاء الله بإذن الله. كنتمنوا التوفيق لجميع الفرق. ومن خلال الشغل ديالنا على العرض كان العرض بصراحه كان متعب حيت كان عندنا واحد 15 يوم ديال الشغل قبل العرض الاول وكنا كنخدموا كل نهار يعني كان صعيب اننا نتلاقاو كل نهار ولكن كنا كنتلاقاو رغم الظروف والحمد لله هذا الشيء هذا جاب الثمار ديالو. اسمي كريم عدنان سلمان، جيت من قريه صبا محمد باش نشارك في الاقصائيات الجهويه مسابقه محمد الجم للمسرح مسرح الشباب. صراحه كان واحد الجو زوين وجو واعر. شاركنا بمسرحيه اللي سمعتها مسرحيه ولاد الزباله من طرف فرقه زاهين للفنون المسرحيه تابعة لدار الشباب قرية صبا محمد وبشراكة مع الكشفية المحمدية المغربية محلية قرية صبا محمد. صراحة كان جو واعر بزاف وأنا كنلقى راحتي في المسرح كنلقى راسي وكيعجبني ندير المسرح وفيه باش كنفرغ ديك الطاقة ديالي وهذه هواية خلقينا بها. وكنبغيو نشكروا الجمعية ديال محمد الجم اللي عطاتنا هذه الفرصة باش نشاركوا في هذه المسابقة ونعيشوا هذا الجو هذا. وكنشكر المخرج رشيد الهادي الأستاذ ديالنا وكنشكر كاع الفرقة كاملة وكنشكر قرية صبا محمد وكنشكر كل شيء وتحياتي. شكرا. حسن صابر، المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس، رئيس مصلحة الشباب والرياضة بالجهة. بطبيعة الحال في إطار فعاليات الإقصائيات الجهوية لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب في دورة الثانية في هذه الإقصائيات بطبيعة الحال المؤهلة للمهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب الذي تحتضنه مدينة الرباط، انطلقت فعالية هذا المهرجان بمشاركة 5 فرق يتعلق الأمر بمكناس وتونات وتازة وفاس وإفران.
ولقد خلصت معاينة لجنة التحكيم المكونة من الدكتور حسن حجيج رئيسا والدكتور السرغيني تحاف مقررا والفنان المخرج إبراهيم خدع عضوان والممثل الفنان محمد غمري عضوان. خلصت هذه اللجنة بعد متابعة يومين من العروض أيام 20-21 مارس، أفرزت خلاصات اللجنة تنويه بكافة المشاركين على مستوى المبادرات المسرحية المرتبطة بالتشخيص وبالتناول المسرحي بمختلف مكونات العمل المسرحي، وأوصت كذلك بالاستمرارية وبتنظيم تدريب مسرحية لفائدة الشباب على مستوى الجهة. وأفرزت اللجنة النادي المؤهل للمشاركة في المهرجان الوطني، وخلص تقرير اللجنة إلى تأهل نادي مسرح الشباب القدس عن مسرحية القوقعة. وشكرنا كذلك لجمعية أصدقاء محمد الجم التي بفرع جهة فاس مكناس لتعاونها معا إلى جنب مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب في هذه الدورة الثانية بطبيعة الحال، والتي حظيت أيضا بتكريم فعاليتين فنيتين يتعلق الأمر بالسينمائيين الفنان الألمعي عز العرب الكغاط والفنان كذلك الألمعي الأستاذ نور الدين بن كيران بحضور عرفة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.